السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة بالإسكندرية. قدم لكم أسعار شواطئ الإسكندرية لعام 2022. أسعار مصايف الإسكندرية 2022 المجاني والعام. وتحدد أسعار مصيف الإسكندرية 2022 وفقا لأسعار دخول الشواطئ التي تعد صاحبة المعادلة في ميزانية الصيف. إذا نقدم لكم أسعار الشواطئ التي على أساسها يستطيع أي مصيف تحديد أسعار المصيف المناسب له في الإسكندرية ضمن 61 شاطئا، منها شاطئان مجانيان وآخران شواطئ عامة بقيمة تذكرة 5 جنيهات